عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. أي حد ناوي يضحي السنة دي لازم يخلي باله أن الأضحية دي لها شروط معينة، علشان كده هنتكلم النهاردة عن شروط صحة الأضحية مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب رزقنا الستر والصحة جميعا يا رب. ربنا يخليك يا رب، يحفظك يا رب. طيب كل سنه وحضرتك طيب وايام جميله ومباركه، والناس بقى اللي هتضحي بتفكر دلوقتي في تفاصيل الاضحيه بتاعتها. نعم صحيح. الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. طبعا احنا بنؤكد على ان الاضحيه هي سنة، اختلف في كونها يعني هي واجبة ولا هي أقل من واجب، على الخلاف بين الجمهور والحنفية في المسألة. لكن مين اللي يضحي فيه؟ ليها شروط، شروط حاجة اسمها شروط طلب، تطلب من من؟ فقالوا أول حاجة من المسلم، الحاجة الثانية من أن يكون الإنسان عنده مال. طب المال ده قد إيه؟ خلاف بين العلماء، قال لك والله لو فاضل يعني عنده الفلوس دي بتكفيه وبتكف أهل بيته ومن وجب عليهم نفقته وإلى آخره، وتفضل فلوس يقدر يضحي بها يضحي بها. احنا قلنا في النهاية رأي الجمهور إنها سنة. منهم من قال والله لا، يكون عنده نصاب، يعني بلغ عنده إيه نصاب، على الخلاف في المسألة دي. دي اسمها شروط الإيه؟ شروط الطلب. وبالتالي أنا لو إنسان معايا وربنا ومقتدر وما إلى ذلك أبدأ أضحي. طيب انا مش قادر ان انا اضحي مثلا ب مثلا مثلا ببقر مثلا او بجاموس او بابل لوحدي، فقلنا يجوز الاشتراك فيها، وده راي الجمهور بالمناسبه ما عدا المالكيه، يجوز الاشتراك في البقر والجاموس وفي الابل من 1-7، يعني 1-2-3-4 يشتركوا، بحيث ان ما يقلش نصيب الفرد عن ايه؟ عن سبح، ويجوز الاشتراك وما فيش مشكله في المساله دي. طيب مسألة اللي أنا أوكل إنسان إن هو يذبح لي وبعدين ينفق، المسألة دي زي اللي هي ما تسمى بالصكوك الآن، هل جائزة؟ جائزة، ما فيش مشكلة فيها إذا رعيت فيها الأحكام الشرعية. الحاجة الثانية اللي هو طيب إمتى الأضحية بتاعتي تكون صحيحة؟ يبقى شروط صحة الأضحية. فالعلماء لما جم يبص على مسألة، أول حاجة كده واحد جه يوم العيد يا أستاذة دعاء وقال أنا تعالى يا ابني هات الخروف ده اذبحه يلا كده، ولا عنده نية ولا أي حاجة خالص، قالوا لا لا تصح، وقعت صدقة. أما ليه؟ قالوا لابد من النية، لازم نية. طيب نية إيه؟ اللي أنت هتضحي، ولا النية اللي أنت تقول إن الخروف ده هضحي بيه السنة دي خلاص كده، ولا بتقول إن إن شاء الله أنا هضحي، أو تقول الخروف ده ضحية وخلاص، يعني ده أضحية السنة دي كده وخلاص. الخلاف في يعني في بين الفقهاء في المسألة، لكن الأكمل إيه؟ أنا إن شاء الله نويت اللي أنا أضحي السنة دي الخروف ده، أنا جايبه أضحية أضحي بها هذا العام. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ودي شعيرة من شعائر الله عز وجل، وسيدنا وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. فما يجيش واحد كده يقوم بالعيد يقول ايه انا طرقت عليا دلوقتي يا جماعه هات الخروف ده بنذبح، مش انا كده عملت السنه؟ نقول له اين النيه؟ المساله فين؟ فين النيه في المساله دي؟ دي واحده.
الحاجة التانية يا أستاذة دعاء إن هو السن، اشتراط السن. طيب سن اللي هو إيه؟ قال والله لما نيجي في البقر والجاموس هنقولها كده بالبلدي عشان الناس تفهم، ده ما تغيبش يعني المصطلحات ما تتوهش فيها. قالوا البقر والجاموس عند الجمهور عمره سنتين ودخل فين؟ في الثالثة. سنتين وداخل في الثالثة خلاص؟ ده عند الجمهور. مين هم الجمهور؟ الحنفية، الشافعية، الحنبلة. المالكية قالوا لا، البقر والجاموس 3 سنين وانت معدي كده وانت طالع. طيب الإبل قالوا ما تم له 5 سنوات. والخروف، الخروف بقى نيجي هنا قالوا ما تم له 6 أشهر وفي الماعز سنة. يبقى أنا أشوف الكلام. فيجي بعض الناس يقول لي طيب السن ده لا يشترط، السن ده لا 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 يشترط، مش يعني هل يشترط فيه؟ طب أنا ما عنديش ده، أنا عندي مثلا بقرة سمنتها ما شاء الله جايبة لحم يجي 400 كيلو واللي عمره سنتين ده جايب 300 كيلو. ها نعمل ايه؟ في فتوى في دار الافتاء المصريه، سيدنا الشيخ علي جمعه كان قال هذا الكلام وافتى بها، ان هو البقر اللي هو سمنوه وما الى ذلك يجوز به حتى لو لم يبلغ الايه؟ السن، السنتين. يبقى احنا قلنا الراي ده والراي ده. في شروط تانية بقى نذكرها بعدين احنا ان شاء الله. بس معنا تليفونات، فنبدا ناخد اول تليفون. مين معايا اول تليفون؟ منى. اهلا يا منى، اتفضلي. سامعيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا وسهلا. وانت طيب؟ سامعاكي يا حبيبه قلبي. السؤال ده معلش محرج شويه بالنسبه ليا وسني وفاضي ده، انا واحده ماشيه في الخير وحسيت بيطلقوا دي حد بيطلقوا ماشيين في الخير. طب اتكلمي بالراحه يا منى عشان نفهم بتقولي ايه. انت عندك كام سنه؟ بتقولي سني. انا وجوزي ماشيين في الخير من سنين وبنعمل خير كتير الحمد لله. ماشي الحمد لله. سامعاني؟ سامعاكي. والحمد لله وما شاء الله يرضي الله وحدنا بيت الله وكده، بس ربنا ما قرضناش بالعيال. ففوجئت من حوالي 15 يوم كنت بعمل خير وبقرا فاتحه لوزي في الدكتورة، وانا راجعه دخلت البيت لقيت جوزي مع واحده مش محترمه في وضعه مش كويس. انا مش هو يشيل الوزر، ماليش انا دعوه بيه. طب معلش يا منى، ثانيه واحده. انت كنت بره البيت بتعملي حاجه خير ورجعتي البيت لقيتي جوزك في البيت معاه واحده؟ بتقولي كده؟ ايوه. وضع مش كويس. حلو الكلام كده. فانا ما عملتش حاجه وما عملتش صوت وما لقيتني في الصحابه قفلت الباب وخرجت ورجعت. بعد كده اتكلمت معاه بكل هدوء. المهم ايه؟ مش فاهم. بصي يا منى، هو انت بس بصي يا منى، هو الصوت بتتكلمي بسرعه قوي فاحنا مش فاهمين قوي الكلام. انت لما لقيتي الوضع كده روحتي قفلتي باب الشقه ومشيتي وخرجت؟ يا الرسول ما قال السرعه على الحاجات دي، اسمعيني بس الاخر وبعد. طب بس وضحي كلامك عشان احنا في كلام بيقع مننا، اتكلمي بالراحه. بقول لك قفلت الباب سرعا وخرجت. ماشي ماشي. المهم انا دلوقتي عشان ما عملوش سمعه مش كويسه واعمل نفسي ما اعرفش، احنا في سن ما يسمحش بكده، باكل لوحدي بشرب لوحدي عايشه في اوضه لوحدي كل حاجه، هل ده حرام ان انا هنبقى؟ عندك كام سنه انت؟ انا عندي 57 سنه. وجوزك؟ وجوزي عنده 68 سنة. 68 سنة؟ ايوه. انت متأكدة انك انت شفتي حاجة؟ يا مدام انا شفت بعيني، محدش بعيني الاثنين. طب ماشي، لما واجهتيه بقى، لما واجهتيه لما رجعتي البيت بقى والست دي مشيت؟ ودخلت اخواته في الموضوع بس انا بدور. هذا اللي انا دلوقتي باكل لوحدي بشرب لوحدي، انا خايفه من جوع ربنا اللي ايوه. هو بقى هو قال ايه؟ كان رده ايه؟ بيقول ايه؟ رده اللي انا راجل واعمل اللي انا عايزه ده رده؟ ان هو راجل عايزه تتطلقي اتطلقي، انا مش هاجي اتطلق في السن ده. بتطلقي معتني انا واحده محترمه وماشيه ما يرضي الله ومشي ومشيت مع ما يرضي الله كل حاجه، وكان بادئ حياتي ده عمر طبعا، وهو اللي منه وعدم الخلق والكلام ده كله. الفرد ده هو ده غلطتي اللي انا اتفرجت على كل ده. وانا انت بس بتتكلمي فجاه بسرعه فكل حاجه ما بنفهمهاش. هو قال انا راجل واعمل اللي انا عايزه، هو ده الرد؟ ايوه. وانت بتقولي ان هو بيعرف ربنا، فين ربنا بقى؟ فين انهي؟ وحاجك. استغفر الله العظيم يا رب. حاج ضيع نفسه يا عيني. في ناس تضيع نفسها على اخر عمرها كده عنده 68 سنه يعني. انا بادئه معاه من الصفر وماشيه معاه من الصفر. انت بقى بادئه معاه من الصفر وما خلفتيش وكده، فانت دلوقتي مش عايزه، هو بيقول لك اتطلقي، فانت مش عايزه بقى تتطلقي عشان طبعا ايه ما تضيعيش كل المجهود اللي عملتيه طول عمرك ده، صح؟ لا، وسمعتي انا ضيعت سمعه
سني ولا سنة انا واحدة الحمد لله، بس ربنا في كل حاجة ومصري في الخير كتير وبعض الخير كتير. انت سمعتك ايه مشكلة سمعتك انت وانتي انت عملتي ايه غلط؟ ليه بعد الامر كله؟ ما ايه؟ طلقنا ليه بعد الامر كله؟ ايوه حتى انت سمعتك فيها ايه؟ ولا انت ما تقدريش تعيشي لوحدك؟ ما فيش مثلا فلوس لا عندك؟ لا لا مش اي دخل، لا لا مش اي دخل، مش اي حاجه، لا اه مالكيش اي لا دخل ولا اي فلوس. طيب فانت عايزه لا تفضلي لا قاعده كده مستوره برضو في البيت؟ ايوه دي لقمتي، دي لقمتي، اه دي لقمتي يا حبيبتي، دي لقمتي الحمد لله، دي لقمتي وربي عشان ربنا قسم عليكي. طيب انت ما فيش اهل يوقفوا لك ولا حاجه؟ ها لا 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 مش عايزه اعرف حد، مش عايزه الموضوع. اهله هو بقى قالوا ايه؟ معلش هو غلطه ومش غلطه وزي اي واحد لسه شاب في حياته، مش ما تفرقش على بيتك والكلام ده. انا ما لسه سيبك جدا، واحده كبرت خلاص، انا عايزه رضا ربنا في الاخر، انا مش عايزه غير رضا ربنا. طب هو يا حاجه سامعاني هقفل بقى واسمع. قول. طيب يعني انت حضرتك انا هقفل واسمع من التليفون عشان صوتك السماعه بتاع التليفون واطي. طيب يعني طيب يا منى قفلت يعني؟ طيب هي قفلت بتقول انا هي مش عارفه قالت انا الصوت السماعه واطي ولا قالت ايه، ما احنا ما كناش سامعينها، هتسمع في التلفزيون. ويعني وضع بصراحه صادم، يعني انا مذهوله من الكلام. احنا طبعا المكالمه لما بتجيلنا على اساس اللي بيتصل بيحكي قصه، فاحنا بنجاوب على اساس القصه دي، الله اعلم طبعا باي خلفيات تانية او اطراف تانية احنا ما بنبقاش عارفين. لكن مثلا لو القصه دي حقيقيه فهي صادمه، يعني الراجل عنده 68 سنه، يعني خلاص انت يا عم خلاص. وبعدين يعني عجوز. لا مش عجوز، لا متصابي، عجوز متصابي. كلمه عجوز لا تطلق الا على الست. يا سلام. اه والله. والراجل يبقى اسمه ايه بقى؟ هو داخل على 70 سنه عليه شيخ او كبير السن. ده ما بيتقالش عليه شيخ ده. لا سيبك من المشيخه بتاعتنا دي، لا انا بتكلم عليه رجل يعني بلغ من العمر مبلغه، فهو كبير السن. كبير راجل يعني كبير. من ناحيه اللغه قالت يا ويلتى آلي دو انا عجوز وهذا بعلي شيخه. يعني على اي حال هو عجوز في لغه العامه ما فيش مشكله، يعني طبعا. 68 سنه يعني نسال الله السلامه. والمهم الواحد كلنا بنغلط اكيد. نعم خلاص صحيح. بس الواحد صحيح. لما يغلط يستغفر أنا ربنا. انا اخشى ما اخشى بس يقف كده يقول انا اسف، ان الموضوع مش انا راجل اعمل اللي انا عايزه. ما هو بس انت قلتي احنا بنسمع من طرف واحد. احنا بنسمع من طرف واحد فبنجاوب على اساس الطرف ده. استاذه دعاء ان الراجل لما جم يواجهوه بالكلام ده واجهوه بامر صعب جدا. النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه الرجل الذي الشاب الذي اراد ان يزني فقال اذن لي بالزنا يا رسول الله، فحاوره النبي صلى الله عليه واله وسلم. انا اخشى ما اخشى ان الناس دي عامله فيها كل واحد يعني عامل فيها يوسف الصديق وجاي وكانه لم يرتكب ذنبا قط. انا لا اعفي الرجل من الكلام اللي هو اتعمل، بس اللي هو جاي يقول له وازاي وانت مش عارف ايه، فكان رد الفعل اعمل اللي انا عاوزه. انا اخشى من ده، يعني انا خايف من ده. لكن المساله دي تحل ازاي؟ انا بس بقول للسيده الكريمه ما تتكلمش في الموضوع ده اصلا، لاني احنا بندخل في باب عندنا كده اسمه القذف ان لم يكن هناك بينه. خلاص كده لو ما فيش ادله في المساله دي. طب هي انت دليلها انها شافت بعينيها. هي شافت بقى، ما احنا هنقول لها تعمل ايه، بس ما تروحش تقول يا جماعه انا شفته وعملت و و و الى اخره. خلاص قصدك ما تفضحوش يعني، ما تقعدش تفضح في الكلام ده. هي لكن نفسها يا عيني من كتر ما هي واضح ان هي ست ضعيفه وغلبانه. أيوة 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 أيوة. من كتر خوفها بتقول لك انا مش عايزه ان انا اتطلق في السن ده فتفضح. انت مش هتفضحي، بس هي يا عيني مفيش طلاق. مش عايزه تتطلق عشان ما عندهاش مثلا حد ولا فلوس ولا كده بعد كل طلاق. السنين اللي عاشتها معاه دي يعني على الاقل هيرميها يعني في الشارع بيقول لها طلقك. ايه ده؟ ما هو انا خايف ان ده يكون رد فعل يا استاذه دعاء، انت فاهماني؟ ماشي. هو انا فاهمه قصدك ان هو اتغاظ منهم فراح عمل كده. طيب قعد مع مراته الغلبانه دي في البيت لوحدهم، ما يروحش بقى يطبطب عليها ويقول لها انا اسف ولا كذا. هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي احنا نحاول قدر الامكان اللي هي تبدا تتكلم معاه. طيب انت شفت مني تقصير، طب اللي انت عملته ده غلط ولا مش غلط؟ انا يا سيدي مسامحاك، بس ده غلط ولا مش غلط؟ تقول له كده، هيقول لها والله غلط، ده كان زله كده وبتاع، نسال الله ان يعفو عنا، نسال الله ان يتوب عليه. تبدا تذكره اولا بالله تبارك وتعالى. فالراجل انت ذكر قال لها يا ستي، يجي يقول لها ايوه انا عارف ان هو غلط وهكمل غلط، بس بالراحه احنا نتكلم بالراحه. اول ما نشوف الكلام ده نقول لها يا اختي الكريمه انت تاكدتي ان هو كان، انا اسف في اللفظ ده، يعاشرها معاشره الازواج؟ فقالت لا انا ما شفتش الكلام ده، ده انا شفته قاعد مع واحده بس كده قبولات وبتاع واحضان ومش الكلام الفاضي ده. طيب كويس،
ما فيش يعني اكتر من كده؟ لا انا ما فيش اكتر من كده. طيب احنا ممكن المسائل دي كل انسان بيغلط في الحياه وكل بني ادم خطاء، نحاول بقدر الامكان اللي احنا نصلح معاه بالراحه حتى تستمر الحياه، انقذه من الهلاك اللي هو فيه، خلاص كده؟ لا ده انا شفته بيعاشر معاشره كذا وكذا وكذا وكذا، نقول لها ما ينفعش تقولي كده الا ببينه. طب انا اعمل ايه اللي شفته انا؟ انا اللي شفته اعمل ايه؟ نقول لها يجوز لك ان تمتنعي منه الى ان يتوب، فاذا تاب تاب الله على من تاب. يعني زي ما هي بتقول كل واحد قاعد في اوضه كده وما فيش علاقه بينه. لكن ده بايه؟ في الحاله اللي انا بتكلم فيها دي تكون شافت كده. طبعا. والا لا انا بلقمتي وخلاص. طب هو اذا احتاجها؟ اذا احتاجها ماذا نفعل؟ ها وهي تقول له لا انا اسفه ده الشيخ قال لي ما تقربيش منه. احنا نقول ما تقربيش منه في حاله واحده، ليه؟ لو كان الراجل عنده الممارسه دي اللي هي المباشره الحقيقيه اللي هي الوطء يعني، ونقول له لا اتق الله يا سيدي اللي انت بتعمله ده، لا انا هو كده. طب حلو قوي، امتنع منه. طب تمتنع منه ليه؟ اولا لا ضرر ولا ضرار، خوفا من نقل كمان الايه العدوى وكل حاجه وكرامتها ونفسيتها وكل حاجه. لكن بعد كده هو كمان يعمل كده ايا كان اللي عمله في البيت بتاعها. ما احنا يعني وصلنا نشوف بقى السبب يعني في حلقه إيه؟ في حلقه مفقوده يا استاذه دعاء احنا مش عارفين نتوصل اليه. ثانيا لما كلمت اهله، مين هم اهله اللي جه يكلموه؟ هي دي كلموه ازاي وبطريقه ازاي؟ لا انا عاوز اللي انت ما تدخليش اي حد، اقعدوا انتوا الاثنين بالراحه، ولو قال لك يا ستي انا غلطت بالفعل وسامحيني تقول له انا مسامحاك بس اطلب من ربنا ان هو يسامحك، يلا نقوم نصلي ركعتين لله. طب انا قصرت معاك في حاجه ولا ما قصرتش؟ قول لي بصراحه. لا يا انت قصرت في واحد اتنين، حاضر انا اسفه، ونبدا نفتح صفحه جديده ونتقي الله عز وجل. ولازم الانسان يعرف ان كل اللي بيعمله بالطريقه دي هو حرام، يعني الكلام اللي هو ده هذا حرام هذا جرم، ولكن لابد الانسان ان يعلم ان الموت اقرب اليه من شراك ايه؟ من شراك نعله. طبعا نعم، استغفر الله العظيم. لكن هي قضيه المعالجه اتعالجت ازاي؟ الراجل راح قال للنبي ائذن لي بالزنا، لو احنا قلنا هعمل حوار مع مع الشاب ده الناس هترجمنا ان تقول لي ايه ده بقول لك زنا وجاي تعمل معاه حوار وتقول اتكلموا معاه بالراحه اذا كان رب العالمين قال يا موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الراجل لما زنى يا استاذه دعاء بس مش معنى يعني بس عشان الناس ما تفهمش غلط، مش معناه ان انت بتدافع عنه. انت انا مش لا ادافع عنه، انا بقول هذه جريمه. ولكن الراجل لما يكون 68 سنه ويقول انا اعمل اللي انا عاوزه، يبقى ده انا اظن ان ده رد فعل. الناس قالوا له ايه؟ قالوا له ايه؟ كلموه ازاي؟ هتلاقيهم كلموه بعنف شديد جدا، وكل واحد عامل فيها يوسف الصديق وان انا الطاهر المطهر الذي لا ارتكب ذنبا وانت اللي عملته بتاع. فبيبقى الراجل من شده غضبه راح قايل ايه؟ قال طب انا حر اعمل الله. فاصبحوا ايه بقى؟ اصبحوا عونا للشيطان عليه، يعني هم بقوا مع الشيطان على مين؟ على. ولذلك سيدنا عمر قال اذا رايتم اخاكم زل زله، هي دي القضية في الدعوة إلى الله عز وجل، فقوموه هكذا بالطريقة اللي عملها عمر مع الرجل الذي شرب الخمر، قوموه هكذا ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ليه؟ لأن الناس قاعدة تقول إيه؟ المجرم السافل الفاسق اللي مش عارف إيه واللي بيشرب اللي عمل كبيرة من الكبائر. سيدنا عمر شاف الموضوع قال لا مش هينفع ده، ده احنا كده بنوديه فين؟ ده احنا بنوديه جهنم واحنا مش واخدين بالنا. فكتب عمر رضي الله عنه من عمر بن الخطاب الى فلان فاني احمد الله الي، وما قالوش بامير المؤمنين، يعني هو كانه بيامره انا امين مؤمن فخاف. فقال احمد الله اليك الذي لا اله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الرجل قاعد يقول وهي دي الرساله. ذكرني عمر ان لي ربا يغفر الذنب ان تبت اليه وانه شديد العقاب ان لم اتب، استغفرك ربي واتوب اليه. وتاب الى الله عز وجل وعاد الى مجلس عمر. فسيدنا عمر لما شاف كده الناس بقى بتبص له نظره ايه ده؟ مش ده اللي تاب اهو؟ ما هو تاب اهو. لو بألسنتكم انتوا بالكلام اللي انتوا بتقولوه كان راح جهنم. اذا رايتم اخاكم قد زل زله فقوموه هكذا بالطريقه دي بالحسنى باللين ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. سب خالد رضي الله عنه الرجل، قال أسببته يا خالد؟ والله لقد تاب توبة، تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو لو تابها صاحب مكس إتاوة لوسعت. فأنا بتكلم على اللي عمله غلط جرم كبير طبعا. خلاص. لكن يا أخوانا طريقة الحوار معاك عاملة إزاي؟ فأنا بقول لها الأخ الست الكريمة ربنا يبارك فيها ويهدي يا رب وتوب علينا وعليه، يا رب وعودي معاه بالراحة بالحسنة
ونبدأ صفحة جديدة لعله أن يتوب إلى الله عز وجل. ربنا يهديه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فيكم الخير. ثلاث نداءات في القرآن للرسل وللذين آمنوا وللناس كلها بتتكلم عن أكل الحلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كل ده علشان لما نتصدق أو نطلع فلوس لله لازم تبقى من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. برحب بضيفنا الشيخ كارم ممدوح من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عاء، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. آمين يا رب. هنتكلم عن الأكل الحلال. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أكتر حاجة يا أستاذ عاء بتشغل الناس في الدنيا دي كلها اللي هو الرزق، وإزاي يأكل حلال وإزاي يسعى للحلال، مع أن ربنا سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، إن الله هو الرزاق، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق في السماء ولم يجعله الله في الأرض كي لا يتحكم في هذا الرزق أحد من الناس. ربنا قال في القرآن ورزقكم في السماء وما توعدون، يبقى رزقنا على الله سبحانه وتعالى ليس على أحد. طب الإنسان فينا عايز يأكل حلال وحريص أنه يأكل حلال، لأن هذا المال سيسأل عنه الإنسان بين يدي الله. سيدنا النبي قال لنا إيه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل بين يدي الله عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال ده أمانة من ربنا، رعية ربنا استرعانا عليها. طب إن لم يتقي الإنسان ربه في هذا المال في كسبه وفي صرفه سيسأل عنه بين يدي الله. طب أنا عايز آكل حلال وعايز أرزق بالحلال، إيه هي الأمور اللي أنا عاملها عشان أضمن إن رزقي ده يكون حلال؟ أول حاجة أن يتوكل الإنسان على الله وأن يأخذ بالأسباب. أن يتوكل الإنسان على الله دايما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده في الحديث الجميل، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو الإنسان حقق فعلا التوكل على الله وعلم أن الرزاق هو الله وأن العاطي هو الله وأن الذي يمنحك هذا الرزق هو الله، وحقق هذا التوكل بمفهومه الصحيح لرزقه الله كما يرزق الطير. الطير الصبح تخرج، هذا الطير يخرج، ولا يعلم هذا الطير من أين يرزق، ولكن الله سبحانه وتعالى يرزق هذا الطير لما حقق التوكل على الله. ثم بعد ذلك يأخذ بالإيه؟ يأخذ بالأسباب اللي هو يسعى على هذا الايه، على هذا الرزق. يبقى أول حاجة الإنسان يحقق تقوى الله، يحقق التوكل على الله، ثم يأخذ بالأسباب. تاني حاجة ايه؟ يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي ربه في مطعمه ومشربه، لا يأكل إلا الحلال، ولا يدخل بيته ولا على أولاده إلا الحلال. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان لا يأكل طعاما حتى يسأل عن مصدر هذا الطعام. احنا النهارده للاسف اي حاجه تجينا اهم حاجه ايه؟ ناكل ونشرب ونحقق الاماني ونحقق الزلق. جه في يوم من الايام سيدنا ابو بكر الصديق ووجد طعاما فاكله من غير ان يسال من اين مصدر هذا الطعام. بعد ما اكل الطعام الغلام بتاع سيدنا ابو بكر بيساله، يا امام كنت كل يوم تسالني من اين هذا الطعام اليوم ده؟ قال شغلني الجوع، كان اليوم ده جعان. فقال له انت جبت الطعام ده منين؟ قال والله كنت كهنت لأحد في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، عملت كده حاجة وأنا لا أحسنها، يعني ده حاجة لنا كلنا. فلما علم سيدنا أبو بكر أن المال ده أو الطعام ده فيه شبهة من حرام، 1% إيه؟ حرام بس. فوضع أصبعه في فمه فأخرج ما كان يأكله، خيف، فأخاف طبعا من شبهة واحدة بس مش حرام. فالصحابة اجتمعوا عليه فقالوا له يا أبا بكر يعني أشفق بنفسك، يعني بالراحة على نفسك شوية، يعني انت خلاص انت كنت لا تعلم، انت كنتش عارف. قال والله لو لم تخرج هذه اللقمه بروحي لاخرجتها.
لو اللقمة دي اللي هي فيها شبهة من حرام لو لم تخرج بروحي لأخرجتها. إزاي يعني كيف أصبر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كل لحم نبت من إن سحت فالنار أولى به. يبقى الإنسان يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. ثالث هذه الأمور الإنسان يكسر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه ويجعل لكم أنهارا. دي كلها أسباب يستطيع الإنسان أن يحققها وأن يفعلها كي يرزق رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. طيب تعالى كده مع مشاهدينا نشوف أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع لكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيشوف نعمة غيره محروم منها للأسف بيقف مع نفسه وقفة. ربنا سبحانه وتعالى النهاردة بعت لنا رسالة على لسان الحجة أم أحمد. لما نخش بيت الحجة أم أحمد يا جماعة ما نلاقيش فيه سقف، ما نلاقيش فيه مية، ما نلاقيش فيه كهرباء، يبقى لازم نقف مع نفسنا وقفة. احنا فضل تعالى ربنا أنعم علينا بنعم كبيرة جدا جدا جدا، نعمة الصحة ونعمة الحياة ونعمة المعافاة ونعمة الأمن ونعمة المية ونعمة الكهرباء ونعمة الستر ونعمة الفرش. كل دي نعم لا تعد ولا تحصى. لما نشوف غيرنا محروم من كل هذه النعم يبقى لازم نؤدي زكاة هذه النعم. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة أم أحمد كم المعاناة اللي هي عايشاها وكم الأسى والوجع اللي بيمر عليها كل يوم. لما البيت بتاعها من المغرب ما فيش أي نور، للأسف لما تجيب مية لأولادها بيجيب مية من آخر الدنيا، فضلا إن البيت ما فيهوش سقف ومعاها أطفال صغيرين. إزاي أم أحمد بتنام؟ إزاي أم أحمد بتأمن على أولادها؟ إزاي أم أحمد يا جماعة خايفة من بكرة الشمس تطلع؟ الأولاد محتاجين سقف بيت، الأولاد محتاجين مية يشربوا، الأولاد محتاجين كهرباء يعيشوا ويتعايشوا معاها. تعالوا نسمع يعني للأسف يعني هذا الهم والوجع من الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا حاجة أم أحمد عاملة إيه؟ يا حاجة أم أحمد أنت عايشة إزاي؟ والله عايشة ربنا اللي وحده هو اللي يعلم بينا بحالتنا. حالتنا مش حلوة خالص، وجوزة شغالة على الله مفيش، حتى بننام عاد ما بنور الكشاف عند الجيران وبعمل في الليل حتى العيال بيفضلوا يعيطوا من اما الكشاف بنور شوية ويقف يفضلوا يعيطوا بقى في الليل من العتمة. شايف يا أم أحمد البيت مفيهوش سقف خالص، مفيش سقف في البيت، الجو حر هنا نار. محتاجة إيه؟ إيه أهل الخير يساعدوك إزاي؟ يسقفوا لي ويركبوا لي الكهرباء والمية، نعزينا زي الناس، وعشان ولاده بيفضل يعيطوا في الليل والله جامد أوي. ومعايا العيل والعيل الصغار ده بيفضل يعيط والناموس يفضل ياكل فيه ويفضل يصرخ في الليل من العتم بالليل. يعني يا جماعة الحاجة أم أحمد يا جماعة صراحة يعني ما عندهاش دخل، جوزها يشتغل يوم وعشرة، لا بتناشد أهل الخير يا جماعة، بتناشد يعني أصحاب القلوب الرحيمة، بتناشد كل إنسان في قلبه رحمة، بتقول والله أولادي لما الليل بيدخل ابنها الرضيع الصغير ده بيبكي، فضلا الأولاد التانيين بيبكوا. مفيش يا جماعة زي ما قلت مفيش لمبة واحدة في البيت، مفيش حنفية مية في البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. ويقول لنا حديث تاني جميل جدا جدا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لازم النهاردة الليلة الآن نساعد الحاجة أم أحمد ونساعدها عشان ربنا يساعدنا ويسعدنا إن شاء الله من خلال مؤسسكم الخير. احنا طبعا شفنا حالة أم أحمد ودي حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير. حالة أم أحمد من الحالات الصعبة جدا جدا، زي ما صورناها الحالة زي ما شفنا طبعا البيت مهمش جدا جدا، هو ما ينفعش نقول عليه بيت ولكن بنقول بيت مجازا. البيت يعني طبعا السقف بتاعه جريد وبوص، حاجات انقرضت من زمان، ولكن أم أحمد يا جماعة طلبها الوحيد بتقول والله يا جماعة أنا عايشة ببيت ولا فيه مية ولا فيه كهرباء ولا فيه سقف بيت.
سالتها عن الميه قالت بنشتري بناخد من الجيران وجوزي بيشتري وكذا. سالتها عن الكهرباء انت عايشه ازاي يعني مفيش كهرباء، عايشه على عارفه يعني الحاجات اللي كان بيقدوها زمان والشمعات والحاجات دي كلها. طب يا جماعه يا اهل الخير احنا لسه النهارده بنتكلم بنقول عايزين ناكل حلال، عايزين ندخل على اولادنا الحلال. ربنا في القران قال لنا وفي اموالهم حق معلوم لمين يا رب؟ للسائل والمحروم. الست دي سائلة ومحرومة، والمال ده زي ما احنا قلنا دي أمانة من ربنا سبحانه وتعالى سنسأل عليها بين يدي الله. هذا المال سيكون نعمة إن استخدمناه في مرضات الله، وسيكون علينا نقمة إن لم نراعي حق الله وحق الفقير في هذا المال. ست أم أحمد محتاجة سقف بيت يا جماعة، سقف بيت يقيها من حرارة الشمس. احنا النهاردة جايين النهاردة الشمس يعني صعبة جدا جدا، كل إنسان فينا ينظر إلى مكان أي مكان بس يستظل فيه، اللي عنده تكييف يشغل التكييف اللي ما كذا. طب الست دي يا جماعة والله لا تهنأ بحياة ولا تهنأ بنوم ولا تهنأ بأي شيء من يعني من متاع الدنيا. احنا بنقول لقدر الإمكان نخفف عنها هذا الهم. ست محتاجة سقف بيت يا جماعة لو غرفة واعدة مع مؤسسة فيكم الخير تمنها 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه دول سيد النبي قال ايه؟ قال الصدقة برهان، عشان نعرف فعلا ان احنا قريبين من ربنا ونعرف ان ربنا راضي عنا. نشوف حنا لما ربنا يبعت لنا رسالة زي رسالة الحاجة ام احمد، فاحنا بنناشد اهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير ونقول لهم يا باغي الخير اقبل على الله، اقبل على الله بستر الحاجة ام احمد في الدنيا عشان ربنا يسترك في الدنيا ويديم عليك هذا الستر في الايه؟ في الاخره. تسقيف المنزل كامل مع مؤسستكم الخير 30,000 جنيه، طب السهم الواحد ب 1000 جنيه وسيدنا النبي قال لنا والمرء في ظل صداقته يوم القيامه. طيب نشوف كمان تقرير وفيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، جينا مع حضراتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير لنفتح باب خير معاكم ومع كل اللي بيثقوا في مؤسسة فيكم الخير. جينا النهاردة مع مشروع خير الحاجة أم علاء. أم علاء يا جماعة هي وأولادها للأسف قاعدين في بيت ما فيهوش سقف. بيت أنا عايزة تشوف الصورة وتحكم أنت بنفسك، هل ده يصلح إن هو يبقى بيت؟ لما تلاقي يعني معلش سقف بيت معمول بالبوص اللي انقرض بقاله يعني مئات السنين ولسه الى الان ناس عايشه سقف بيتها من البوص ده. لما تلاقي بيت ما فيهوش فرش، احنا قاعدين على الارض عشان نقعد القعده دي يا جماعه، فرشنا الفرشه اللي هم بيتغطوا بيها عشان يعني نشرب يعني ايه شربه ميه، للاسف ما فيش وصله ميه في البيت. فاحنا بنناشد اهل الخير نقول لهم يا اهل الخير انظروا للحاجه ام علاء نظره رحمه نظره خير، وبقدر الإمكان تسابقوا وسارعوا في مشروع الخير ده عشان ده من أفضل الأعمال اللي هتنفعك في الدنيا وهتنفعك في الآخرة. جبر الخواطر على الله، من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة أم علاء محتاجة إيه وإزاي نساعدها ونسعدها إن شاء الله. اللي أنت محتاجة من أهل الخير ما تكسبيش، اللي شايفين دول أهلك وأخواتك عايزين يساعدوك، عايزين يسمعوا منك ازاي يساعدوك. ما بقول لك ظبطوا لنا وصلحوا لنا نقعد نقعد فيهم احنا وعيالنا عشان ما فيش مكان والحمد لله. طب انت بتقعدي ازاي في بيت ما فيهوش سقف؟ عايشه ازاي؟ هنعمل ايه؟ احنا بنقعد. بتعملي ايه دلوقتي مثلا في الشتاء لما المطر بتنزل؟ بندرى وبنقعد. طب ودخل البيت فيه اللي دخل؟ طب اولادك عندك اولاد قد ايه؟ هاي ايه اكتر حاجه انت محتاجاها اهل الخير يساعدوك بيها؟ اكتر حاجه محتاجاها ايه؟ يصلحوا لنا مكان ونقعد فيه نستر فيه، نستر فيه ونقعد فيه. الحاجه ام علاء يا جماعه يعني صراحه يعني حيائها منعها ان هي تتكلم، بس احنا ننقل الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها الينا، لازم ننقلها عشان دي تبقى دي حجه لينا امام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بعت لنا الرساله وبيشوف ده احنا نتعامل ازاي مع الرسالة دي. في ناس بتطنش وفي ناس بتحذف الرسالة وفي ناس بتتجاهل وفي ناس الايمان جواها بيتفاعل بتقول لا مستحيل ام علاء تبات الليلة
من غير ما زبط لها غرفة في البيت مفروشة ومسقفة تأمن فيها على نفسها وعلى أولادها. إن شاء الله كل اللي سمعيننا وشايفيننا دلوقتي هيتصلوا على مؤسسة فيكم الخير ويقولوا للحاجة أم علاء: يا أم علاء، إحنا أخواتك وأهلك وناسك، إحنا مش هنرضى أبدا يسيبك في الظروف دي، وهنساعدك عشان ربنا يساعدنا، وهنسعدك عشان ربنا يسعدنا. أنا عايز أقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من فرج كرب أخيه في الدنيا فرج الله كربه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واسمع: ومن ستر مسلما ستره الله. احنا محتاجين كلنا لستر ربنا. لما نصر أم علاء في بيتها، ولما نصر أولاد أم علاء وأهل أم علاء في بيتهم، ونظبط لها البيت ونسقف لها البيت ونوصل لها وصلة مية، ربنا هيسترنا في الدنيا. ذنوب ومعاصي كتيرة جدا، وربنا هيسترنا إن شاء الله في الآخرة. ويكفينا إن احنا ندخل السرور والفرح على قلب رسول الله. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إيه أفضل الأعمال يا رسول الله؟ إيه أفضل عمل أعمله؟ قال النبي: سرور تدخله على قلب مسلم، تجبر خاطر الحاجة أم علاء، تسعد الحاجة أم علاء وأهلها بقدر الإمكان، تمشي في حاجتها حتى تقضيها لها مع مؤسسة فيكم الخير. كلنا فينا الخير، ونسقط هذا الخير على أهل الخير إن شاء الله. شفنا طبعا حالة أم علاء يعني واحتياجها. حالة أم علاء لما دخلنا عندها يا أستاذة دعاء، للأسف ما لقيناش فرش نقعد عليه، اضطرينا إن احنا نقعد على الحصيرة أو على الأرض. الناس دي بتنام على الأرض وعايشة على الأرض وبتأكل على الأرض وكل حياتها على الأرض. الناس دي يا جماعة عايشة عيشة للأسف صعبة جدا، البيت ما فيهوش سقف. والله العظيم لما سألتها عن وسط المية قالت: والله يا شيخ ما عنديش وسط مية. طب احنا بنقول يا جماعة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وكلنا نفسنا نشرب من كف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول للمشاهد والمستمع الان: تستطيع ان انت تضمن ان تشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وصلت وصلة مية مع مؤسسة فيكم الخير لست ام علاء واسرتها. ام علاء محتاجة مننا يا جماعة نظرة رحمة عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. المال ده اللي في ايدينا دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي يقول لنا كده: نعم المال الصالح في يد العبد الايه، في يد العبد الصالح، ان استخدمنا هذا المال في رضا الله سبحانه وتعالى وفي ارضائه سبحانه وفي ارضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا حق الفقراء والمساكين، نضمن ان المال ده يكون نعمه علينا ان شاء الله. ام علاء محتاجه حاجتين: محتاجه سقف بيت، ومحتاجة وصلة مية. سقفها يا جماعة بالجريد، سقف لا يمنع حرارة شمس ولا يمنع سقوط مطر ولا يمنع عنها حشرة من الحشرات، يستطيع أن أي حشرة تخش عليها في الليل قبل النهار. احنا بنناشد أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير، ونقول يا جماعة: يا أهل الخير، استروا أم علاء في الدنيا عشان ربنا يسترنا في الدنيا ويسترنا في الآخرة. سيدنا النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم، قال لنا إيه؟ قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله فين؟ في الدنيا، وستره في الآخرة. طب كلنا محتاجين لستر ربنا. لما نستر أم علاء في الدنيا، ربنا يسترنا بعيوبنا وذنوبنا ومعاصينا وكل البلاوي اللي احنا عملناها، يسترها علينا في الدنيا، ويوم القيامة يسترها علينا أيضا، ولا يفضحنا بين عباده ولا بين يديه. طيب احنا هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. Thank you.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيبعت لنا رسائل ويقول لك خلي بالك إن أنت أحسن من ناس كتيرة جدا جدا جدا. وفي نعم لما تتولد كده بين أبوين وتلاقي باباك ومامتك قدام عينيك، تكبر قدامهم وتنشأ بينهم، دي نعمة ما بعدها نعمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصانا على اليتيم وقال لنا صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان فضل اليتيم ده يا جماعه واجر اليتيم اللي يساعد اليتيم ويقف مع اليتيم. يا بالك احنا النهارده معانا تقرير وحاله حال ست ارمله عندها ايتام. الحاجه صباح اتصلت علينا على مسافتكم الخير وقالت يا اهل الخير تعالوا ساعدوني، انا ست ارمله بجري وبشتغل. ست النهارده معديه يا جماعه 60 سنه، لما تشتغل في الارض وتشتغل هنا وتشتغل هناك عشان 50 جنيه تجيب لها الايتام، ده اجرها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ولما تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخلت الجنة فوجدت امرأة تسابقني في دخول الجنة، في امرأة عايزة تسبق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الجنة قبله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال يا جبريل من هذه؟ قال هذه أرملة وقفت على أولاد أيتام فربتهم. معانا النهاردة يعني نموذج فريد جدا جدا، حق الصباح يا جماعة ست أرملة وعندها أيتام بتنشدنا وبتنشد كل أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نساعدها. تعالوا مع حضراتكم نشوف هنساعدها إزاي ونسعدها إزاي. السلام عليكم. السلام. إزيك يا حاجة صباح عاملة؟ الله يبارك فيه. الله يبارك فيك يا رب يرضى عليك. شر المرأة. وصل أهل الخير يا حاجة صباح واحكي لهم ظروفك. يبارك فيهم والله والله زي ما أنتوا شايفينه البيت أنا قاعدة في قطين بالإيجار بحط لهم 300 جنيه عشان أقعد فيهم لأن أنا مش قادر أعمل البيت مش قادر وما فيش حاجه والله ما في اي حاجه. بتربي في ايتام يا حاج؟ اشتغل والله بالاجره وبمربي في ايتام. جوزك مال ما الدلوقتي دي؟ ثلاث سنين دول. ثلاث سنين والله قاعده لوحدك مع الاولاد؟ وقاعده مع اولادي قاعده مع اولادي. والخير اللي سامعينك دلوقتي يقدروا يساعدوك ازاي؟ اللي يعملوه هو كله من ميزات حسناتهم. اكتر حاجه انت محتاجاها تقدري تقولي لهم ايه؟ حاجه اللي هم يعملوه اي شيء سقف وخلاص. محتاجه سقف يعني املك في الحياه كلها سقف بيه زي بعض حلوه او حتى لو غرفه واحده حاجه صغيره اي حاجه كله حلو ايه غرفه وخلاص اقعد. تقدر تساعدوك ايه تاني؟ ايه تاني غير السقف اللي هم يجودوا بيه كله حلو او رضا كله حلو اللي انتوا تجودوا بيه كله حلو والله رب. وتقدر توفر 300 جنيه كل شهر؟ والله بشتغل وبجيب وما اعمل ايه. انت اللي بتشتغل بنفسك؟ والله والله بشتغل بالاجر وحتى اصبعي ده وجعني عملت فيه عمليه يلا عشان خاطر ربنا هذه ربنا يقوين. طب في حاجه تانية غير سقف البيت محتاجين نساعدك بيها؟ يا ريت اي حاجه اللي انتوا جودوا بيه كله حلو وانا مش طماعه ولا حاجه انا بقول اي حاجه للسقف وخلاص. الحاجه صباح يا جماعه يعني بتنشدنا كلنا بتقول يا اهل الخير يا جماعه انا اختكم انا امكم ست ارمله وبربي في ايتام. بتقول لنا يا جماعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تعالوا نتراحم فيما بيننا، تعالوا نرحم الحاجه صباح واولادها الايتام، تعالوا نقول ربنا يا ربنا يا رب احنا قبلنا رسالتك يا رب اللي بعتها لنا النهارده، احنا هنساعد الحاجه صباح وهنسعدها عشان رب ساعدنا وتساعدنا. احنا محتاجين يا جماعه النهارده ان شاء الله ولو غرفه واحده بس، غرفه واحده مع مؤسس فيكم الخير هتستر الحاجه صباح وهتستر اولاد الحاجه صباح الايتام. خلي بالك ثواب اليتيم كبير جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. شارك مع الايتام وساعد الايتام وامسح دمعات الايتام وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك ويغفر ذنبك بإذن الله مع مؤسسة فيكم الخير. إن شاء الله كلنا فينا الخير. حق الصباح احنا بنسجل دلوقتي وهنذيع الكلام ده على التلفزيون، في مشكلة؟ ما اجراش حاجة، مش أي مشكلة خالص. إن شاء الله يا جماعة بيكم ومساعدتكم وزكواتكم وصدقاتكم هنساعدها ونسعدها إن شاء الله هي والأيتام. عايز اقول طبعا لكل مشاهدينا ان ارقام تليفون مؤسسه فيكم الخير بتكون موجوده على الشاشه كل يوم في فقره الخير اليوميه، اللي عايز يتواصل معاهم علشان يساعد حاله من الحالات او يساهم في اي مشروع من مشروعات الخير اللي بتعملها مؤسسه فيكم الخير. وتعليق حضرتك على التقرير. الحاجه صباح ست ارمله وعندها ايتام. الحاجه صباح يا استاذه دعاء قاعده في بيت للاسف زي ما شفنا في التقرير البيت ما فيهوش سقف. والله يا جماعه البيت ما فيهوش سقف، احنا نزلنا بنفسنا
ونفسنا ان حد من المتبرعين كده والمتصدقين اصحاب القلوب الرحيمه ينزل يشوف ده بنفسه، عشان لما بنشوف غيرنا يا جماعه وبنشوف يعني النعمه اللي احنا فيها ونشوف غيرنا محروم منها بنقدر نعرف فعلا ان احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالضعفاء ويقول لنا صلى الله عليه وسلم انما ترزقون بضعفائكم وتنصرون بضعفائكم، احنا ربنا بيوسع في ارزاقنا بسبب هؤلاء الضعفاء. طب ابن بطال بيقول ايه في تفسير الحديث ده؟ بيقول لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انما ترزقون وتنصرون بالضعفاء، ليه خص الضعفاء؟ قال لك لان الضعيف لا يوجد شيء يشغله، ما عندوش حاجه في الدنيا تشغله، صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب السلطان وصاحب كل هذا عنده حاجات كتيره جدا، هو مشغول اصلا، هو بيدعي عقله مشغول. اما الانسان الضعيف او الفقير او صاحب الحاجه لا يشغله في هذه الدنيا الا هذه الحاجه. فاحنا بننشد اهل الخير، بنقول يا جماعه دي ست ارمله بتربي في ايتام محتاجه سقف بيت، تستطيع تتبرع مع مؤسسه فيكم الخير بألف جنيه تمسع دمعات الست دي وتزيل عنها هذا الهم وهذا الكرب. تسقيف البيت كامل 30,000 جنيه، الغرفة ب10,000 جنيه. لو ما قدرتش تجمع المبلغ اتصل على أصحابك، اتصل على أهل الخير، كما قال النبي الدال على الخير كايه؟ كفاعليه. احنا نشوف إنجاز من إنجازات فيكم الخير ونرجع لكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع حضراتكم النهاردة بفضل الله نحقق حلم محمد يا جماعة، اللي كانت كل يوم بتحلم بيه، كل يوم كانت بتتمنى من ربنا على امتى الحلم ده يتحقق، على امتى اهل الخير يفتحوا لينا ابواب الخير. بفضل الله جينا النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير لست محمد، ام محمد اللي اثرت فينا واثرت في قلوبنا وأثرت في كل حياتنا. أهل الخير بفضل الله وثقوا في مؤسسة فيكم الخير، أهل الخير شاركوا مؤسسة فيكم الخير فرحة أم محمد وسعادة أم محمد وإسعاد أم محمد. جينا النهاردة اللهم لك الحمد وإحنا نحمل الخير لأم محمد بعد ما بنينا لها البيت وسقفنا لها البيت، وبفضل تعالى قدرنا إن إحنا أيضا نفرش لها البيت. تعالوا مع حضراتكم نشوف فرحة أم محمد ونسمع شكرها لأهل الخير اللي تبرعوا معانا ووثقوا في مؤسسة فيكم الخير. الله فرحانة أوي، فرحانة والله. يا رب يتم لكم، يا رب يا رب يستر عليكم بحق جاي النبي زي ما انتم وقفتوا معايا كده عشان خاطر عيالي، يستر معاكم يا رب. أنا فرحانة والله ومبسوطة. وإيه الأهل الخير اللي ساعدوك؟ أشكركم أوي، يا رب يستر عليكم، يا رب يغفر لكم ويبارك لكم فيكم بحق جاي النبي، يستر معاكم يا رب. احنا عايزين ضحك يا محمد، احنا مش عايزين نعيط، احنا عايزين نضحك كده، احنا فرحانين ان نعمل حاجه جميله. اشكركم وفوقكم معايا والله، والله فرحان يا رب يخليكم ويبارك لكم في حق جاه النبي. ام محمد يا جماعه بتحمل كل كلمات الشكر وكل كلمات التقدير والاحترام، وبتقول لكم بجد جزاكم الله خيرا، بتقول لكم بجد انت اسعدتوني، ربنا يسعدكم، انتوا فرحتوني، ربنا يفرحكم في الدنيا ويسعدكم في الاخره. أنا عايز أقول لحضرتك إن أفضل الأعمال اللي أنت تلقى بها ربنا سبحانه وتعالى هو السرور ده، هو العمل الصالح ده. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيه؟ قال سرور تدخله على قلب مسلم. إحنا النهاردة مش بندخل السرور على فرد واحد، إحنا بفضل تعالى بندخل السرور على أسرة كاملة، على الحاجة أم محمد وأولادها وأسرتها، سترناهم في الدنيا عشان ربنا يسرنا في الدنيا ويسترنا في الآخرة. سيدنا النبي قال لنا كده، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وستره فين؟ وستره في الآخرة. احنا بفضل الله تعالى قدرنا اللهم لك الحمد مع أهل الخير ومساعدة أهل الخير قدرنا بفضل الله تعالى نجعل لها ايه؟ نجعل لها بيت بدل ما كانت كل يوم عند حد قاعدة ايه؟ عندها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث جميل جدا جدا، قال لنا والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة كل اللي تبرع معانا وكل اللي ساعد معانا وكل اللي شارك فرحة أم محمد معانا ربنا هيناديله على رؤوس الخلائق، تعالى أظلك في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، تجلس في ظل هذه الصدقة
تأتي الصدقة كالسحابة تظلك هذه الصدقة من حرارة الشمس ومن هول الموقف. مع مؤسسة فيكم الخير بفضل الله ننزل للفقراء والمساكين، نتفقد أحوالهم ونتفقد احتياجاتهم بفضل الله تعالى بكم وبصدقاتكم وتبرعاتكم وزكواتكم. الحلم هيبقى حقيقة إن شاء الله. انت بقى يا شيخ كريم نزلت وشفت الفرحة بنفسك، احكي لنا بقى. انا والله يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا صلى الله استخدمني في هذا المكان يعني. اسال الله ان يجعلنا جميعا مفاتيح خير، وان نكون سببا في اسعاد هؤلاء. عايز اقول لحضرتك يا استاذ دعاء، فرحه الناس دي والله يعني فرحه لا توصف بجد. الست ام محمد دي اللي احنا كنا دايما نجيبها في تقرير وكانت تبكي، وكانت حتى هي في التقرير بتبكي، ولكن تبكي دموع فرح. التقاريرات اللي فاتت كلها كانت تبكي دموع يعني دموع حزن وهم وغم وكرب. دلوقتي والله انا حتى بقول لها في التقرير، بقول لها انت دايما حتى بتبكي يعني، حتى لما ساعدناك بتبكي، بتقول لي يا شيخ انا ببكي من كتر الفرح. ستي لما فضل تعالى اللهم لك الحمد اهل الخير ساعدوا معانا ووثقوا في هذه المؤسسه الطيبه العريقه، قدرنا نبني لها البيت ونسقف البيت ونفرش البيت، اللهم لك الحمد. يعني هو الفرش طبعا يعني حاجه جبناها بفضل تعالى حاجه، ولكن اللهم لك الحمد الناس دي عندها حتى لو الامور بسيطه اللي النبي يسعدها جدا. سيدنا النبي لما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على قلب ايه؟ على قلب مسلم، ده افضل عمل. انا عايز اقول كم الفرح اللي محمد فيه والسعاده عليها وعلى اولادها يعني لا توصف ولا تقدر بثمن. الواحد لو مش هيلقى ربنا سبحانه وتعالى الا بهذا العمل يكفيه والله. انت تقول ربنا يا رب بس انا جبت لك عمله، انا يا رب القاك يا رب بهذا العمل، ان انا ادخلت على هذه الاسره الفرح، سترت هذه الاسره. الانسان يجمع بين اكثر من نيه، سترناها، فرجنا كربها، ازلنا همها، كنا سبب في قضاء حوائجها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كل عمل من الاعمال اللي احنا عملناها دي له ثواب خاص بيه. فاحنا بننشد اهل الخير يا جماعه، عندنا ناس كتيره جدا زي ام محمد محتاجه المساعده، محتاجه ان احنا ننظر اليها نظره رحمه عشان نلمس هذه الفرحه ونلمس هذه البهجه، وربنا سبحانه وتعالى يسعدنا في الدنيا ويديم علينا هذه السعاده في الاخره ان شاء الله. امين يا رب. بشكرك في نهايه الحلقه وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لنا أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، قد إيه يا جماعة اليتيم له حق علينا، قد إيه اليتيم ده مكسور، قد إيه اليتيم ده اتحرم من نعمة الأبوة في الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب كلنا نكون آباء ليه. لما يكون معانا ست مجاهدة أرملة عندها أيتام شايلة المسؤوليات كلها على رأسها، بتعاني ابنها مريض ومكسور وعامل حادثة وعندها كم كبير جدا جدا من المسؤوليات وهي ست كبيرة وأرملة وعجوزة، يبقى لازم نسمعها ونسمع شكواها ونعرف ازاي نساعدها ونساعدها ان شاء الله. تعالوا مع حضراتكم مع مؤسفكم الخير نشوف الحاجه هدى محتاجه ايه وازاي نساعدها. انا محتاجه حد يسدد الفلوس اللي على ابني، كان جايب ايه على 30,000، جايب توك توك، والتوك توك الحكومه خدته وراح، وعليه وجايب كارد كمان للتوك توك ده، التقديمه بتاعته جايبها كارد، يعني مديون للكارد ومديون للتوك توك، فعايزين مساعده ليه. لانه ايه تاني الحاجات المهمه اللي انت محتاجاها في بيتك؟ انت بتقولي ارمله وعندك ايتام، تعالى البيت وشوف. انا عارف احنا واقفين في البيت، بس انا عايز اقول لحضرتك احنا دلوقتي نساعدك ازاي. الناس اللي سامعاك دلوقتي هي الحاجه المهمه اللي انت محتاجاها يقدروا يساعدوا. انا محتاجه المساعده انهم يساعدوا ابني بس في الفلوس اللي عليه بس. يعني انت محتاجه كده ابنك عليه فلوس بتاع توك توك اللي اشتراه ماضيين على شيك. في دخل؟ في دخل في البيت؟ في دخل؟ مفيش حاجه خالص. مفيش دخل خالص. شويه خضار لو جيت قدام الباب. بيع خضار؟ شويه خضار بس. الناس تقدر تساعدك ازاي؟ اتجوز كمان يعني، تساعدني اي مساعده. ايه الحاجه المهمه اللي انت محتاجاها في حياتك؟ فلوس اسد من اللي عليا. الديون اللي عليك؟ الديون اللي عليا بس. في بنات تتجوز ولا حاجه؟ لا. طب ايه تاني اللي انت محتاجاها؟ بس هي المساعده دي بس. البيت محتاج حاجه؟ البيت لا الحمد لله. الحاجة هدى بتقول لنا يا أهل الخير
انا ست ارمله وعليا مسؤوليات وبيع خضار، بس هي عليها قرض كبير جدا جدا. اخذت القرض ده لما عملت موضوع الخضار ده. ابنها كان جايب توك توك، التوك توك ده برضه كذلك عليه قرض وعليه اقساط. بنشد اهل الخير اللي سامعيننا وشايفيننا ان احنا نمد للحاجه هدى يد الخير. خلي بالك انت بتساعد ارمله وبتساعد ايتام، سيدنا النبي يوم القيامه هيفرح بيك. سيدنا النبي هيقول لك تعالى انت معايا، انت اللي كفلت الارمله وانت اللي كفلت اليتيم وانت اللي ساعدتهم واسعدتهم، انا اليوم هساعدك. هنفرح كلنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا النبي عاش يتيم، عاش يتيم لانه هو صلى الله عليه وسلم حاسس يا جماعه بمراره اليتم. لما تشوف ست زي دي وهي ست ارمله عندها ايتام وبتقول لأهل الخير ابني عليه قرض وانا علي قرض ومفيش اي دخل علينا، يبقى لازم نتفاعل، لازم كلنا نتجاوب، لازم كلنا نعمل زي ما ربنا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. مين اللي هيتاجر مع ربنا؟ مين اللي هيتنافس مع ربنا؟ تعالوا كلنا نتاجر مع ربنا، مع الحاجة هدى، عشان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يحطنا في ظل صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة مع مؤسسة فيكم الخير. كلنا فينا الخير مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله.